المعادلة لهذا الأسبوع: الكتب الأكثر مبيعاً. بالأسباب: من كتاب قوة الآن إلى فن اللامبالاة ونظرية الفستق، كيف أصبحت الكتب الأكثر مبيعاً. بالسياق: من حول كتابي نهاية التاريخ وصراع الحضارات إلى مرجعين مهمين. في المقاربات: هل انتصرت مؤلفات التسلية على مراجع المعرفة الجادة؟ في المعادلة يأتيكم الثلاثاء الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.